ما انا عايز اعرف بقى من يحيى، يعني السنه دي انت كلاعب، يعني طبعا كابتن كريم اكيد رؤيته كفنيه بتبقى كهليكوبتر فيو، بس انا بتكلم على انت بقى كراجل في الملعب. لعبت الموسم اللي لعبت الجمهوريه اللي فاتت. لعبت الجمهوريه اللي فاتت بس كان عندي اصابه، فانا نزلت في الفردي ساعتها مش في الفريق. يعني انا كنت اتصبت في رقبتي، قعدت حوالي 5 شهور في البيت ما بتمرنش يا خالص. خبر ابيض. فنزلت البطوله مشاركة الجمهوريه بس اللي ده فاتت بالمشاركة. بالظبط عشان ما بعيدش عن البطولات يعني. وطبعا من بعد البطوله على طول ابتدينا شغل، يعني انا من اول ما نزلت الملعب واحنا شغالين طبعا كابتن كريم وكابتن عمر معانا على طول. وطبعا المنافسه السنه دي كانت صعبه جدا، يعني ليه بقى احنا كانت صعبة؟ ليه بقى السنة دي؟ كل النوادي كانت ما شاء الله شد حيلها، زائد الناس اللي طالعين لهم من الناشئين لعيبه على اعلى مستوى، زي مين؟ يعني قول لي أندية كده نادي بالذات. الصيد طبعا ونادي المؤسسه العسكريه ونادي سموحه. يعني هو كان الترتيب بتاع السنه دي كان النادي الاهلي اول، نادي الصيد تاني، ونادي سموحه تالت، والمؤسسه العسكريه رابع. بس الفروق قريبة. فروق قريبه يعني، احنا كنا حتى وصلنا للجهاز الرابع اصلا كنا خسرانين فرق 6 درجات، ده وصلنا للرابع كده. خلصنا الرابع بقينا فرق درجة بيننا وبين نادي الصيد، طب الخامس؟ بعد الجهاز الخامس فرقنا ب5 درجات، طب والسادس بقى لما خدنا السادس؟ كسبنا فرق 6 درجات الحمد لله يعني. 6 درجات. وانا شايف ان برضو يعني مش الفرق الكبير قوي، يعني قصدي اقول ان حتى فوزنا ده يدل على منافسه شرسه جامده جدا، وانتوا كنتوا طبعا واضح ان انتوا كنتوا في فورمه كلكم ما شاء الله. ما انت مش هتبقى لعيب لوحدك، ده في الفرق طبعا الفرقة كلها انتوا كنتوا على اعلى كلكم مستوى في فورمه كويسه. طبعا، حتى اللعيبه اللي بتكون يعني اللي مثلا ما حلفهمش الحظ ان هم يبقوا في الفرقه هم على اعلى مستوى برضو. يعني كل اللعيبه مثلا لو احنا 10 لعيبه كل لعيبه بنتنافس لحد اخر اسبوع مين في الفرقه ومين مش هيحالفوا الحظ، اللي لعب ستة، لان كلنا اللي لعب الجمهورية ستة، خمسه خمس خمسة لعيبه خمس لعيب، الخمسة اللي ما لعبوش أنت شايف إن هم زي الخمسة اللي لعبوا. بالظبط. يعني حتى كان في اللاعب عبد الرحمن رضا هو لاعب المنتخب حاليا، بس هو حصل له اصابه قبل البطوله باسبوع وكان مضطر يعمل عمليه، دخل مكانه حد في الفريق وكسبنا برضو لان اللعيبه كلها على اعلى مستوى. اصاباتكم صعبه قوي، ده دي يعني حقيقه انتوا فعلا. الجمباز بامانه انا بشفق عليكم. اصابات واصابات كلها ايه بقى، بعد الشر عليك يعني وعلى السامعين كلهم وعلى كل ولادنا. اصابات بعمليات، اصابات راح 5 6 شهور وعلاج طبيعي، بتبقى اصابات لان انتوا بتتعرضوا لاحمال بدنيه وحركات عنيفه جدا. دي حقيقة فعلا. طب انت اصابتك ايه الاخبار؟ الدنيا حلوه؟ لا لا الحمد لله تمام الحمد لله، الحمد لله يعني يعني خلصت منها خلاص خلاص الحمد الحمد لله. لله ومخلي عبالك كويس. طيب اللي كان اتكلمت على مستوى الفريق خلاص. طب الفردي بقى، انت بتلعب على 6 اجهزه اللي عرفته من الدكتور محمد قبل الهوا، بتلعب ما شاء الله، الله اكبر ربنا يحفظك، على 6 اجهزه، بس انت متميز قوي في حصان القفز صح؟ دي حقيقة. اخترته بناء على كلام مع الجهاز الفني ولا انت اللي حاسس ان انت لا انا عايز العب الجهاز ده؟ هو طبعا دي بتبقى رؤية المدربين في الأول وفي الآخر، بس انا من وانا صغير يعني من في قطاع الناشئين كنت ابتديت ان انا اكسب ميداليات عليه، فطبعا المدربين كانوا برضو دايسين بيوجهوك. معايا فيه في حصان القفز وفي الارضي برضو، بس يعني انا يعني اللي بيجيب عليه ميداليات اكتر حصان قرار القفز. قفز. ساعات المتوازي يعني في قطاع الناشئين جبت عليه ميداليتين، جبت ميداليه ذهب قبل كده وميداليه برونز، بس يعني دلوقتي نص نص، بس الاكتر حاليا حصان القفز والارضي. طب انت حصان القفز ده انا اللي اعرف في البطولات العالميه انت بتخش جهاز واحد صح ولا يعني في البطولات العالميه انت بتخش على جهاز واحد في ولا كاس بتلعب سته العالم؟ في كاس العالم؟ في كاس العالم.